أتوب إليك يا رباه مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. بس ترى ليلى هذه بالحلال يعني. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الكلمات هي التوبة يعني. آدم هو أول من أخطأ فينا وهو أول من تيب عليه يعني. كونه تلقى هذا يوحي بأن آدم كان كأنه يتحرى ينتظر، لأنه هذا أول ذنب صدر منه. هل سيتاب عليه؟ هل سيقبل؟ أم أن هذا يعني نهاية المطاف بالنسبة له؟ هذا أمر شعور شديد يعني. لو تخيل آدم أنه خلاص الأكل من الشجرة معناه أنه يعني الحرمان المطلق يعني. لكن الله سبحانه وتعالى عبر بقول كلمات أن الأمر فيه يسر وسهولة يعني. فهذه الكلمات كما قال الله سبحانه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمات يسيرة سهلة، فيها التلطف إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الاعتراف الواضح اللي ما فيه لبس، ظلمنا أنفسنا، وفيه طلب التوبة بهذا الأسلوب اللبق، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيه استعطاف يعني. الكلمات إذن هي ألفاظ مثل الألفاظ اللي قال آدم، وذلك أعتقد أن كل توبة تفتقر إلى مناشدة وإلى نداء وإلى مناجات لله سبحانه بحمده. وممكن نقول أنه الكلمات هنا أيضا تشتمل على أفعال وليست فقط أقوال، وفيه يعني آراء كثيرة وجيدة تقول أن توبة آدم وحواء أنهم ذهبوا إلى مكة بعدما أهبطوا من الأرض وحجوا البيت، ومن هنا صارت الأشجار اللي في البيت محرمة، لا يجوز لأحد أن يقطعها مثلا. وكذلك مقابل الفعل الذي انتهكوه جعل الله سبحانه وبحمده بواسطة آدم ثم الأنبياء أنه هذه الأرض مقدسة محمية، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعتدى فيها على أحد ولا يظلم فيها أحد نفسه. في قصة آدم لو نظرنا قبل التوبة، الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا فيه تحذير شديد يعني، نهى عن القرب منها وليس الأكل، وبين النتيجة والعاقبة أنه إذا فعلتم فسوف تكونون من الظالمين. ونتلاحظ أنه قبل الوقوع في الذنب كان فيه تحذير شديد وقوي وصريح، لكن بعد الوقوع في الذنب الإنسان يكون منكسر ويكون ضعيف، يكون بحاجة إلى حضن وإلى احتواء وإلى مساعدة على النهوض. وهذا تلاحظ في قصة آدم، الله سبحانه وتعالى لما عاتبهم بعد الذنب ماذا قال؟ وناداهما ربهما، هذا النداء أولا، الله سبحانه معني بهما، ثم كونه وصفه بأنه ربهما يعني هو إلههم وربهم الذي يحبهم ويريد لهم الخير. طيب كيف ناداهم ربهم؟ ماذا قال لهم؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما، هنا سؤال عتاب رقيق لطيف، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح، وجعل أنه ليس هناك ذنب عصي عن التوبة يعني، ما في ذنب تقول هذا أكبر من أن يتاب عليه. يعني بعض الناس من كثر ما ارتكب ذنب يكون عنده إحساس نفسي بأنه ميؤوس منه، يستسلم هنا للذنوب. فهنا القدرة على انتشاله يعني، أن يكون هناك أسلوب في الدعوة والإقناع يجعل أنه كل أحد يحس بأنه ممكن لو بقي من عمرك لحظة واحدة وبقي في لغتك لفظة واحدة، من الممكن أن تكون هذه اللحظة وهذه اللفظة هي رجوع إلى الله يمحو كل ما مضى. آدم لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله منه التوبة، ولذلك عبر الله بلفظ الفاء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء يقولون الفاء تدل على التعقيب، يعني أن التوبة جاءت مباشرة بدون إبطاء ولا تسويف، ليست التوبة وعد. ما قال له الله سبحانه وتعالى تنزل إلى الأرض وتعيش فيها 1000 سنة ثم ننظر في أمرك مثلا، وإنما جاءت التوبة ناجزة في نفس اللحظة. بعض الناس لما تخطي في حقه مثلا ثم تعتذر منه تجد أنه مثلا يماطل في ذلك ويسوف، وربما أنه يبدأ يعدد مثلا الأخطاء التي فعلتها في حقه وأنك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. الله سبحانه وتعالى علمنا أنه كما نحن الخطاؤون الذين سنكون بحاجة إلى أن يغفر لنا الله أو إلى أن يغفر لنا الآخرون أيضا أخطاءنا في حقهم، يجب أيضا أن نكون نحن المتسامحين الذين نسامح الناس يعني. قال الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. القصص اللي تتكرر عندي، شاب أو فتاة يرسل لي رسالة يقول مثلا سامحني أنا اغتبتك أو اتهمتك أو سبيتك مثلا في موقع معين. فهنا يحضر عندي ملفين، الملف الأول كل الكلام والبرامج والتغريدات اللي أنا أتكلم فيها عن التسامح، إنه هذه قضية بسيطة، هذا ما قتل لك أحد ولا شيء، كل ما في الأمر إنه تكلم عليك يعني، ويمكن يكون بحسن نية. وفي المقابل لما أريد أن أكتب له مثلا أني قد سامحتك، يقوم يحتج عندي كم هائل أيضا من الشتائم والسباب والنقد اللي أنا أجده مثلا بشكل علني وأحيانا ظالب في الشبكات الاجتماعية، أنه طيب هذا الإنسان ما دام سبك علانية لماذا لا يعتذر منك علانية.
حقيقة أنا تلقائيا كل واحد يقول لي سامحني بيني وبين الله أنا مسامحه، ولو لم يقل هذا أنا متأكد أنه لو التقينا يوم القيامة أني رايح أسامحه. أنا كداعية إن صح التعبير في موقفي من التوبة وتعليم الناس للتوبة فيه ربما كثير من الاختلال، على سبيل المثال تصعيب التوبة أحيانا على الناس يعني، وكأن هذا من باب حفز الإنسان أو شد أعصابه أن يكون جاد في الموضوع، بينما يعني قصة آدم تدل على أنه الخطأ والإيمان كلاهما موروث. مثل واحد مرة سألني عن قصة تكرار الدم، أن الواحد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب مرات ومرات، يعني الحديث الصحيح تدل على أنه عبد أذنب ذنبا وقال ربي إني أذنبت فاغفر لي فغفر الله له، ثم فعل مرة أخرى فغفر الله له، في المرة الثالثة ربنا سبحانه قال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. ففكرة تشجيع الناس أنه لو أخطأت مرة أو 100 أو 1000 أو 10,000 عود نفسك أنه عقب كل ذنب تحاول أن تتوب. الاستغفار توبة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، كل إنسان يشعر بأنه ندم على ما فعل وأنه يتمنى أن لا يعود، هذه توبة. في أيضا جانب آخر، يعني الناس اللي يجتمعون على ذنب ويجتمعون على توبة، يعني أنت لاحظ في قصة آدم وحواء أنه آدم وحواء كان بينهم كلام في مسألة الأكل من الشجرة، آدم وحواء تابا معا وكأنهما قال بلسان واحد كما حكى الله لنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهناك يعني الذنوب الجماعية مثل تخلف الأمة ذنب، شيوع الأمراض الفتاكة وعدم وجود معالجة صحيحة ذنب، الفساد المالي ذنب، الفساد الإداري ذنب. فهناك كثير من الذنوب اللي ممكن نسميها ذنوب حضارية للأمة تحتاج إلى توبات جماعية أيضا من الأمة يعني.